الدعوة دايرين ربنا يحيينا عليها ويثبتنا عليها ويموتنا عليها ونقابل الله عليها. ما دايرين والله سياسة. ورب السماء لو الآن أدونا كرسي السلطة وقال لي يا فلان أو يا علان تبقى رئيس السودان بل رئيس الوطن العربي بل رئيس الأرض كلها، ما دايرنا، دايرين الناس توحد ربنا سبحانه وتعالى. أما شغل بتاع السياسة والأولاد الشهود ديل يجي كوركو عشان بعد الانتخابات، معنا كنا بننزل معهم في الانتخابات لما كنا مع أنصار السنة كان بيلبسونا برنيطة طاقية مكتوب فيها الإصلاح من 81 ل 120. إصلاحنا تمام دائما قدام، إصلاحنا متين بصون الدين، الاستيم تفاح، الإصلاح عشان ترتاح، ولا ارتحنا ولا ريحونا معاهم يا ناس، ده كله هاس ودجل يا أخي. فك الحجبات، هجدع على الفكي الصوفي في وشه، عرفت كلامي؟ أوعك تمشي القبة، أوعك لو درت عرس تمشي لأبوك الشيخ تاع الطريقة الصوفية، تقول له افتح لي الكتاب وارقد لي بالخيرة، كله باطل. تاني احنا دايرينه من الناس، تاني ما دايرين منك أي حاجة. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ده بس الدايرين، بعد عملت ده، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. جماعتك سألت عنهم كلهم باروا الموجة دي، كلهم شت. ما هو اللي اديتك واحد هتقول لي والتاني شت عشان ما نحن هو التاني، كلهم افتح الغوص دخلوا كله جوا. مش انصار سنه؟ مش انصار سنه؟ جوا معاهم طوالي فلان جوا كشه كشه دخلوا جوا كلهم جوا، عرفته؟ كلهم معاهم النازل، عرفته؟ وبعدين نزلوا نسوان في الانتخابات، ما شفتوا؟ بلقيس احمد تجاني نزلوا في الانتخابات، بالله عليك الذي ما خيبه من انصار السنه نزلوا في الانتخابات يا اخي. وداك بتاع مصنع الطحنيه برضه نزل، بتاع الحصيصه بتاع الزيت هاي كلهم نزلوا. يعني ما نرى نجيب اسمائهم لانه الطلبه ما بيعرفوهم، الطلبه هذول دايرين دين، عرفته؟ والتحذير من هؤلاء دين، لكن الطلبه دايرين اشياء اهم وهي ذكر التوحيد والعقيده، فما تجيبهم ثاني، تلك امه قد خلت. الموضوع ده انتهى بدري، فرصه مفتوحه.